مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال، نحن معكم مباشرة من طرابلس، تحديدا عند مدخل مدينة طرابلس الجنوبي. طبعا هذا الطريق الآن مقطوعة بسبب هذا الاحتجاج والغضب من قبل هؤلاء الشبان بعد وفاة الشابة مريم بسبب جورة كانت على الطريق تسببت بحادث سير. طبعا الشباب غاضبون جدا، الحادثة حصلت منذ أيام قليلة ولكن يعني الغضب ما زال يلف طرابلس وعائلة المتوفى. معي شقيق مريم، يعني أول شيء نرحب فيك على SBI. كيف صار الموضوع؟ أول شيء منقول الله يرحمه يا رب، أكيد الله يرحمه ويدعو للعالم كله يا رب. منقول كسرت لنا ظهرنا، بس سبحان الله أختك تحكيك قبل بربع ساعة مثلا تروح تجي لعندك، بعد ربع ساعة تشوفها هيك. كيف صارت الحادثة؟ من ورا هالجورة صارت تعكس هيك تعكس هيك تعكس هيك. آخر شيء فاتت بالعمود، فاتت لك حتى كمان العمود. قالوا لا، قال بعد ما كيف إله عين يحكوا بعد ما ماتت، قال العمود بيدفعوهم حقه. يعني كيف هالمسخرة، بدل من العالم تقعد تدعي له انه معقول حتى عمود بدفعوا، كيف هالمسخره هيدي؟ باي بلد نحن له؟ باي بلد؟ قلت له انه هي كانت مستلمه تسكير الجوار، هي كانت اكيد هي كانت مستلمه الدنيا كلها. لا مش كانت تعمل هي المرحومه الله يرحمها، كانت نص اجتماعي، بتساعد الايتام، بتساعد الارومل، بتوزع برمضان، بتلبس ثياب، كانت تساعد الايتام اولادها صار ايتام. من فتره شي سنه في الجسر هون، اول محطه اول جسر شكه في جوره كمان كانت عملت حوادث، عم تنزل بتفتح لايف بتقول بتمنى من المتبرعين اذا حدا بيقدر يقف معنا مشان سكر هالجوار يتفضل يحكيني. ما في بتسكر اللايف دغري بتصل فيها متبرع من بيت مهم ابو عيد، اسمع ابو عيد الله يجزيه الخير، بالله يا مريم شو اسمه اتكل على الله وبلشي بالمشروع، ما تحكي مع حدا، انا بدي اتكفل المشروع. روحت جابت الشباب وسكرت الجوره، ما في هي بتخلص نفس النهار بتنزل الفيديو، لان هي كل شيء اي شيء بتعمله بتنزل فيديو الان نفس النهار بيطلع بيان جمعيه مرعي بتقول انه نحن متكفلين، نحن هنتكفل بتسكير كل الجوار. حلو الكلام. بعد شهر بتكون مرأة بابت لي ولا جورة سكرت، بتطلع لايف بتقول انه جمعية مرأة على اساس بدها تسكر الجوار، ليه ما سكرتها؟ نفس الليلة كمان بيرجع يطلع هن لايف بينزلوا بيان انه نحن كنا مشغولين، مدري ما بعرف شو حكيوا، بس كله موثق، كله موثق مشان ما يقولوا انه هذا كلام مظبوط، كله موثق على صفحته. بيطلع بيان انه نحن لا بدنا نكمل بالمشروع، وما كملوا لهلا ما سكروا ولا الجورة، لو خلوها تكمل بالمشروع كان كل الجورة متسكرة. رايك لو هيدا البوست كان تحطط على الفيسبوك كرمال الجور، شوفه لا ما تقرب. اذا مشاهدينا الكرام، يعني عبارات مكتوبة هنا في هذه النقطة التي توفيت فيها الشابة مريم. طبعا يعني سبب الوفاة كانت هذه الجورة، بعدما كانت هي ناشطة بالأصل، ناشطة اجتماعية تقدم المساعدات، بالإضافة إلى ذلك هي كانت يعني تعمل على مشروع تسكير الجوار في مدينة طرابلس، ولكن شاء القدر أن تفارق الحياة بسبب حادث، بسبب جورة. الطريق في هذه الأثناء مقطوعة بشكل كامل عند المسلك الذي يؤدي إلى الخروج من طرابلس، المسلك الغربي بالأحرى عند مدخل مدينة طرابلس الجنوبي. الطريق مقطوعة بشكل كامل من قبل هؤلاء الشبان، وهنالك تواجد أيضا للجيش اللبناني ينظم عملية السير وتحويل السير. إذن مشاهدينا الكرام، هذه الأجواء من هنا حتى هذه اللحظة. طبعا سنكون معكم في حال ورود أي جديد، ابقوا دائما عبر صوت بيروت انترناشونال. كان معكم غسان فران، إلى اللقاء.